طب هو كان في جرافيتي قبل الثورة، هو ليه الجرافيتي بعد الثورة بقى موجود في كل مكان؟ وأنا بشوف إن دي حاجة لها دعوة بإنه الشوارع نفسها بقت بتاعت الناس بعد الثورة. يعني قبل الثورة كانت الشوارع بتاعت المخبرين وبتاعت الدولة وبتاعت العساكر وبتاعت كده، فبقى الثورة فتحت مجال يعني ما كانش موجود خالص، اللي هي انه الحيطان دي بقى ينفع الناس تروح ترسم عليها من غير حد يقبض عليهم، من غير طبعا بقى بتقبض عليهم بعد كده، بس يعني اقصد انه ده كانت البداية الأولانية. محمد محمود كان الفرصة اللي خلت الناس تتقابل، يعني الفنانين لما قابلت ناس وانا بعمل الكتاب وكده عرفت ان هم اتقابلوا كمجموعه وابتدوا ينظموا نفسهم من وقت محمد محمود الاولاني. يعني حد بيحط رسمه والرسمه بتبقى بعد كده بتبقى ملكيه عامه، يعني الناس بتحط فوقيها اللي شايفاه يناسب غالبا لحدث جديد حصل.